مرة أخرى برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، طبعا المتابع للأحداث اللي بتجرى الآن سياسيا في جمهورية مصر العربية. امبارح عقدت مجموعة لقاءات، أبرزها طبعا اللقاءات الثنائية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس بيلاروسيا هنقول هو ألكسندر لوكاشينكو بمقر رئاسة الجمهورية، وهناك أطر كثيرة من المجالات تم تباحثها بين الجانبين، على رأسها العلاقات المتنامية وأيضا كمان تاريخ العلاقات بين مصر وبيلاروسيا وتدعيم أواصر الاتفاق في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية أيضا، وكل ده فيما هو متعلق بالتجربة المصرية في إرساء الأمن والاستقرار، وأيضا كمان الاتجاه المصري في محاربة الإرهاب، وكما أعلنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، فهناك احترام دولي لهذا الدور اللي بتؤديه جمهورية مصر العربية. فهناك مجموعة من الأشياء سيتم بحثها الآن مع ضيفي الكريم الدكتور إمام غريب، الباحث في الشؤون السياسية وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. برحب بحضرتك يا دكتور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بيك، دائما ما أتشرف أن أكون معكم. الله يخليك، إحنا اللي بنتشرف الحقيقة. دولة بيلاروسيا، يعني مش عارفة ليه إحنا كشعب مصري ما عندناش معلومات عنها، فلو هنتكلم هنقول بيلاروسيا اقتصادها قائم على إيه؟ يعني نبذة كده سريعة عن هذه الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا بيلاروسيا كما نعلم هي واحدة من الدول التي تمخضت عن انهيار الاتحاد السوفيتي. نعلم أن فترة الخمسينات والستينات كانت أوج ما يسمى بالحرب الباردة ما بين القطبين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية، حتى إذا جاء مع بداية تسعينات القرن الماضي الرئيس السوفيتي الأشهر غورباتشوف وقام بثورة تصحيح، وأدت ذلك إلى انهيار الاتحاد السوفيتي، وتمخض عن هذا الانهيار ظهور عدد من الدول، أو تفتت الاتحاد السوفيتي السابق إلى عدد من الدول أهمها روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، وطبعا هناك عدد أيضا من البلدان أو الدول التي كانت ذات أغلبية إسلامية مثل كازاخستان، قزاقستان، أوزبكستان. هذه الدول كلها كانت يجمعها الاتحاد السوفيتي السابق. تمثل بيلاروسيا الدولة الأكبر من الدول التي تمخضت عن الاتحاد السوفيتي بعد روسيا الاتحادية الآن. هذه الدولة يعني مساحتها تحديدا ربما خمس مساحة مصر، وبالتحديد هي 207 كيلومتر مربع. عدد السكان قرابة عشر مساحة مصر، يعني أو عشر سكان مصر قرابة 10 إلى 12 مليون نسمة. الميزة في بيلاروسيا أنها يعني دولة صناعية، ذلك نتيجة لأن قرابة 40% من مساحة بيلاروسيا عبارة عن غابات، وبالتالي الغابات دي يتبعها عمل النوع من تصدير الأخشاب ومساحات زراعية كبيرة، ولذلك نجد أن هناك ثمة علاقات قوية في التبادل التجاري ما بين الدولتين، ارتفع لدرجة كبيرة خاصة في العام الأخير، يعني هو ارتفع قرابة 50%، كنا قرابة 100 مليون دولار حجم التعامل، والآن قرابة 150 مليون دولار، وده طبعا نتيجة للتوجهات بتاعة القيادة الآن لتعزيز التعامل ما بين الدولتين. دولة بيلاروسيا لها أهمية مهمة جدا، أنها عضوة فيما يسمى بالحوار الأورو أسيوي. دول الحوار الأورو أسيوي هذه قرابة خمسة دول، هي روسيا الاتحادية، روسيا البيضاء أو بيلاروسيا، أيضا هناك أرمينيا، أيضا هناك كازاخستان وقزاقستان. وبالتالي يعني نؤكد أن وجود أو القمة الأخيرة التي حدثت بالأمس ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس ألكسندر لوكاشينكو البيلاروسي تؤكد أن مصر تضع قدما في هذا التجمع. وبالتالي هناك سياسة حكيمة من السياسة الخارجية المصرية الآن، أنه ربما ذكرنا ذلك من قبل، أن السياسة المصرية لا تضع البيض كله في سلة واحدة. فهناك اتجاه للحوار الأورو أسيوي، هناك اتجاه مع الصين، هناك اتجاه مع روسيا القوى
التي تحاول أن تسحب البساط من تحت الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل نحن لدينا مع علاقات الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه التجمعات لها ميزة جيدة مثل الأورو أسيوي الذي يضم بيلاروسيا. أهم ميزة أن هذه الدول تتقارب اقتصاديا مع مصر، وبالتالي هي ليست يعني هي أشبه بما يمكن أن نصطلح عليه دول عالم ثالث، ولكن في سبيلها أن تصبح قوة اقتصادية كبيرة. نعم، يعني هذه ليست القوى الصناعية الكبرى السبعة على سبيل المثال، ولا هي ليست دول نامية، ولكن هي دول تحاول أن يعني يخرج اقتصادها من اقتصاديات ضعيفة ناشئة إلى اقتصاديات قوية. فأعتقد أن السياسة المصرية الآن تتجه إلى أن تتقارب مع الدول التي تتقارب معها اقتصاديا مثل بيلاروسيا. ربما ذكرنا من قبل أن هناك ما يسمى بالبريكس أو هذه الخمس الدول الأكثر قوة في بلدان العالم الثالث، والتي تحاول أن تصبح قوة اقتصادية كبرى مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. فهذه الدول الخمس الكبرى يعني التي تحاول أن تلحق بالدول الكبرى، مصر الإحصائيات تؤكد أن مصر ربما تكون يعني أكثر دولة ربما تنضم إلى هذا التجمع الاقتصادي. وبالتالي يعني وجود مصر في هذا التجمع فرصة ليس مصر في أنها تنضم لهذا التجمع الاقتصادي دكتور إمام مقارنة مثلا ببيلاروسيا، مين اللي فرصته أكبر في أنه يلتحق؟ مصر يعني احنا إذا ما قمنا بمراجعة الأرقام نحن نتحدث عن بيلاروسيا 10 ملايين، ومصر الإحصاء الأخير منذ أيام رسميا وصل إلى 100 مليون، وهناك قرابة 12 مليونا مصريون بالخارج، هي قوة واعدة نحاول أن نستقطبها. إذا نحن نتحدث عن المصريين قرابة يعني 1.1 مليون من البشر، قوة اقتصادية كبيرة مصرية الآن. ولكن هي نحن في حاجة للتنسيق، بمعنى يعني أعتقد هناك شواهد كثيرة على ذلك. كما ذكرنا بيلاروسيا من الدول الواعدة التي تمتاز في مجال الصناعة وأيضا تصنيع المعدات الزراعية، كونها دولة زراعية بالمقام الأول. يعني هناك حالة تشابه الآن نجدها، كانت السياسة المصرية واعدة وتمشي بخطى ثابتة، بمعنى أن نحن بدأنا السنوات الأربع الأولى من فترة الرئيس السيسي منذ وصل إلى الحكم عام 2014 في إرساء الانفراستراكشر أو البنية الأساسية. نحن الآن في سبيلنا لحصد هذه التجربة أو حصد هذه إنجازات ما قمنا به من خلال جذب مزيد من الاستثمار، وهذا يعني يتأكد من خلال كم رجال الأعمال القادمون مع الوفد البيلاروسي لعمل مشروعات مشتركة في أماكن عديدة، خاصة عندما نجد أن التركيز الآن على التصنيع، وبالتالي نحن في مرحلة لجذب الدول التي لها يعني خبرة كبيرة في مجال التصنيع من مثل بيلاروسيا. دعيني أؤكد على سبيل أيضا على جزء مهم جدا، وهو أن هذه القمة لها وضع خاص المصرية البيلاروسية. ما هو هذا الوضع الخاص؟ هذه أولا هذا اللقاء الرابع الذي يجمع ما بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي ولوكاشينكو ألكسندر لوكاشينكو، هذه واحدة التقوا من قبل أكثر من مرة، أهمها كانت زيارة لوكاشينكو لمصر في أغسطس عام 2018، وهناك زيارة أخرى في القريب العاجل في خلال شهور تلبية لزيارة الرئيس لوكاشينكو لمصر، هذه واحدة. ما يميز هذه الزيارة أيضا ربما تكون واحدة من أو ربما أولى الزيارات الرسمية التي تتم من دولة خارجية في العاصمة الإدارية الجديدة. بمعنى أمس كان الاجتماع ما بين الرئيسين في قصر الاتحادية، ولكن اليوم تحديدا كان هناك اجتماعا هاما جدا في العاصمة الإدارية الجديدة ما بين الوفدين المصري والبيلاروسي، وتحديدا برئاسة الوزيرة المصرية نيفين جامع وزيرة الصناعة المصرية مع وفد من بيلاروسيا لعمل اجتماعات وتوقيع عدة اتفاقيات. وبالتالي هذه لمسة بسيطة، ولكن
مدلولها يعني دلالة كبيرة على أن مصر الآن تنتقل وتنقل اللقاءات الرسمية لها في هذه العاصمة الجديدة، هذه التي ربما سوف تكون نقلة كبيرة وما يسمى بترنينج بوينت أو نقطة تحول كبيرة في مصر، بأننا ننتقل من عاصمة إلى عاصمة أخرى. ربما هذه اللقاء الذي تم اليوم في تدشين مجلس الأعمال المصري البيلاروسي، هناك عدد من رجال الأعمال المصريين وعدد من رجال الأعمال من بيلاروسيا، هناك اتفاقيات مشتركة ما بين الدولتين. تم تدشين هذا المجلس الأعمال اليوم، تم توقيع العديد من الاتفاقيات خاصة في مجال التصنيع الحربي، ودي لازم نؤكد عليها للجميع والمشاهد بصفة خاصة، أن مصر تخطو خطى جديدة، أن الجيش المصري يدا تحمل السلاح واليد الأخرى تصنع. نعم. رأينا منذ أيام الرئيس المصري يزور أحد المصانع الحربية ويتفقد يعني تصنيع أول لودر أو أول معدة كبيرة إنتاج مصري خالص 100%. هذا يتأتى من خلال التنسيق مع دول أخرى هامة مثل ما حدث مع وفد بيلاروسي. نعم. طيب هذا التعاون بهذا الشكل بقى دكتور إمام، يعني هل ممكن نقول أن هناك تشابه بين العلاقات المصرية القائمة حاليا مع الاتجاه هنقول بقى مش عارفة يعني هي بما أنها هي دولة خرجت من الاتحاد السوفيتي، ولكنها هي أيضا كمان تمثل العمق في هذه المنطقة في الاتحاد السوفيتي أيضا، هنقدر نقول أن هناك تشابه بين هذه الفترة وفترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، يعني أوجه التشابه بين الفترتين وبين التعاون ما بين الدولتين؟ نعم، هناك تشابها كبيرا ما بين الفترتين. نعلم تحديدا في فبراير عام 1955 حدثت الغارة الإسرائيلية الأشهر على غزة، والتي تمخض عنها وأيقن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر حاجة مصر الماسة إلى الأسلحة، وبالتالي كانت بعدها بأيام أو شهور قليلة كانت صفقة الأسلحة التشيكية مع تشيكوسلوفاكيا. وكانت تشيكوسلوفاكيا تدور في فلك الاتحاد السوفيتي، وبالتالي الصفقة مع تشيكوسلوفاكيا كان أشبه بتقارب ما بين مصر والاتحاد السوفيتي، خاصة أيضا أن يعني كان هناك تقاربا مصريا سوريا في ذلك الوقت، وقامت إسرائيل بغارات أخرى على سوريا، وبالتالي كان التقارب الشديد في الفترة الناصرية ما بين الرئيس جمال عبد الناصر والروس في ذلك الوقت. اليوم أيضا هناك تقاربا كما قلنا ليس فقط مع السوفيت ولكن مع روسيا الاتحادية فقط، ولكن مع العديد من البلدان، ولكن هناك فطنة في القيادة السياسية المصرية، وهي تعلم أن جيدا أن الاتحاد السوفيتي أو روسيا ممثلة الاتحاد السوفيتي قادمة بقوة، وبالتالي هناك توثيقا للعلاقات. روسيا لها ضلع كبير الآن فيما يحدث سواء كان على الجانب السياسي أو على الجانب الاقتصادي. على الجانب السياسي روسيا الاتحادية الآن ضالعة بالمناسبة في العديد من القضايا، لا يمكن أن نذكر الوضع في سوريا دون أن نتكلم عن روسيا. لا نتكلم عن تركيا، لا نتكلم عن ليبيا، يعني روسيا موجودة في وروسيا تسعى بقوة لسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي القيادة السياسية في مصر تعي ذلك جيدا. نحن رأينا منذ فترة بسيطة أن هناك مناورات ما بين مصر وروسيا، وكانت ضالعة أيضا روسيا أو بيلا روسيا تلك التي تماثل مناورات البرايت ستار أو النجم الساطع التي تحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نحن نؤكد ما ذكرت يا حريك أن احنا بالفعل هناك عودة للعلاقات قوية مع روسيا الاتحادية والدول التي تدور في فلكها وأهمها بيلا روسيا.
نعم، التجارب اللي احنا بقى بنتعاون بيها مع الجانب البيلاروسي، من ضمن الاخبار اللي انا قريتها النهارده في بدايه الحلقه دكتور امام، كان هناك لقاء بين وزير الزراعه المصري ونظيره البيلاروسي في بحث الكثير من الاطر في التعاون في المجال الزراعي. مثلا لو جينا اتكلمنا عن بيلاروسيا ونهضتها الصناعيه، او كانت او يعني اعتقد ان هذه النهضه قائمه ايضا كمان على الزراعه، فماذا ممكن ان نستفيد نحن كمصر من هذه التجارب المطروحه في بيلاروسيا؟ في مصر تحديدا نحن نعلم ان هناك سمت مشكله كبيره، ان جزءا كبيرا من القمح المصري يتم استيراده من الخارج. نعم. وبالتالي توثيق العلاقات مع الدول الخارجيه التي ضالعه في زراعه وتصدير القمح ومن اهمها من بينها بيلاروسيا لها جانب مهم. واذا كنا نعقد بالمناسبه اذا كنا نعقد مقارنات، فدعيني استشهد بمثال اخر مهم ربما حدث، يعني دائما ما نذكر ما اشبه الليله بالبارحه، بمعنى ان في عام 1962 كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعطي لمصر برنامجا يسمى بي ال 480. هذا البرنامج يعني بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير فائض القمح لديها للدول التي تحتاجه، وبالتالي كانت مصر تأخذ هذا فائض القمح. وبالتالي يعني كان هذا جانبا إيجابيا من جانب الولايات المتحدة في فترة جون كينيدي تحديدا. نعم. إلا أن هذا قوبل باستياء وبنقد كبير من جانب الكتاب الصهاينة أو اللوبي الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة، وتم ذكر تحديدا بعض المنشطات للصحف اليهودية في الولايات المتحدة تذكر Why give aid to this dictator؟ Why give aid to this dictator؟ لماذا تعطون المساعدات لهذا الدكتاتور يعنون به في ذلك الوقت جمال عبد الناصر؟ وجهة النظر يعني نحن لا نخرج عن الموضوع، ولكن نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني قرب على 6 عقود أو 60 عاما ويحدث نفس الشيء. وجهة نظر الإسرائيلية أو اللوبي الصهيوني أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تعطي مصر قمحا بدون عائد بدون مبالغ، فإن مصر تستثمر الدولارات التي تشتري بها القمح كي تشتري أسلحة من الاتحاد السوفيتي. نعم صحيح. وبالتالي نحن أيضا الآن يعني ما تقوم به مصر بالمناسبة في تسليحها، وده الجميع يجزم أن هذا كانت سنة حسنة، والرئيس كان يستنى سنة حسنة، وطالما تعجب الكثيرون. نحن في وضع اقتصادي كنا صعب في أعقاب ما حدث بما يسمى الربيع العربي، ومصر تذهب لشراء أسلحة بمليارات، ونحن الآن بعد هذه السنوات ربما 9 سنوات من الربيع العربي أيقنا فتنة الرئيس وأيقنا ما كانوا يقومون به. نعم. الآن الجيوش معظم الجيوش المنطقة العربية تفتتت وانهارت إلا الجيش المصري، وبالتالي نعم، وبالتالي تركيز يعني الأمور كلها متشابكة، بمعنى تركيز على ما تذكرينه أننا في حال توفير القمح وزراعة القمح بالاستعانة بخبرات دول ذات يعني مرجعية كبيرة وخبرات كبيرة في هذا المجال مثل بيلاروسيا، ينعكس انعكاسا ليس فقط اقتصاديا بأن توفر القمح، وإنما أيضا ربما ينعكس انعكاسا اقتصاديا سياسيا عسكريا، بمعنى توفير المليارات التي تشتري بها القمح، وأعتقد أننا الآن جادون في ذلك، بمعنى أن مصر تتجه اتجاها حسيسا نحو زيادة الرقعة الزراعية، نحو زيادة الأماكن المزروعة بمحاصيل استراتيجية، وليست من القمح هذا محصول استراتيجي لا غنى عنه، ونعلم جيدا كم تحافظ الدولة عن أن يظل دعم موفرا للخبز، هي الدولة الوحيدة التي لازلنا الآن من خلال الدعم يقدم دعما للخبز بمليارات، ويصل للمواطن بمبالغ زهيدة جدا، لأن الحكومة تعلم جيدا أهمية توفير الخبز وبالتالي توفير زراعة القمح، وألا نستمر في استيراد هذا المنتج الاستراتيجي من الخارج، وإنما لابد من
زيادة الزراعة وبالتالي تصنيع هذا القمح. بالمناسبة القصة ليست فقط زراعة القمح، ولكن كان أزيد على ما ذكرتيه حضرتك أن هناك كان أيضا تعاونا وتوقيع عدد من الاتفاقيات ما بين وزير التموين المصري ووزير التموين لبيلاروسيا كي تقوم الشركات البيلاروسية بعمل الصوامع. أيوة. بعمل الصوامع التي تقوم بتخزين هذا القمح. نعم. هي القصة ليست وهذا كان يحدث ولا نجد حرجا في أن نتحدث عن ذلك أن نعم. ربما يكون عندنا قمح ولكن للأسف بكمية كبيرة ولكن يفسد لسوء التخزين مثلاً. ويفسد بالفاقد أيضا كمان من عملية التخزين الأيدي للأسف الغير أمينة التي كانت تبني صوامع غير مؤهلة ويتم هدم هذه الصوامع وبالتالي ليس حرجا أن أتعلم من الآخرين أن أتعلم من دولة مثل بيلاروسيا كيف يقوم بتشييد صوامع تخزين القمح يعني دي نقطة مهمة جدا كيف يمكن زيادة إنتاج إضافة لقول حضرتك يعني في مجال الصوامع وعملية التخزين وهذه آلية مهمة جدا في منظومة الزراعة آخر تحديث لهذا المجال كان من شركة إماراتية أهدت مصر أيضا كمان صوامع مجهزة تجهيزا جيدا ولكن هذا لا يكفي إحنا لدينا بالفعل فاقد في كل حاجة يعني عملية التخزين عندنا هي عملية محتاجة إعادة هيكلة مرة أخرى فإذا هذا المجال زي حضرتك ما بتقول مهم جدا جدا لأن الفاقد سواء بقى بالتلف أو بالإهدار في حد ذاته هو شيء مهم فنعتقد أن احنا خلاص بقى دخلنا على هذا النمط من التحديث مش بس مش هناخد هدايا من حد لا ده احنا هنطور بإيدينا احنا وهنستقي هذه التجربة من بيلاروسيا بالفعل. طب هذا في مجال الزراعة دكتور إمام الرافد الكبير قوي واللي بيشجعه ايضا كمان دلوقتي سياده الرئيس المجال الصناعي بيلاروسيا هي ايضا كمان لديها اطر متقدمه في هذا المجال الاستفاده يعني حضرتك شايف ايه اللي ممكن احنا نشاور عليه في خبرات بيلاروسيا يعني ممكن ايه اللي ممكن نستفيده يعني ربما السؤال يكون على قدر كبير من الاهميه الان خاصه في ظل ما تشهده من مصر الآن كما ذكرنا الفترة الأولى كانت ترسيخ للبنية الأساسية والآن نقطة الثمار من خلال جذب الاستثمارات من خلال تشجيع عودة المصانع التي تم إغلاقها هناك كما عليك تعلمين جيدا هناك مبادرة لعودة أو افتتاح عدد من المصانع ربما ما يزيد عن 5000 مصنع مغلقا وبالتالي نحن في حاجة إلى الاستعانة بالقدرات الخارجية مثل دولة مثل بيلاروسيا لكي نستفيد من خبرتها في تدوير هذه المصانع كما ذكرنا نبدأ بالمصانع الحربية ولكن هناك آلافا من المصانع لابد من عودتها خاصة لكي تجتذب ملايين الشباب المصريين الآن للعمل في هذه المصانع مصر لن تكون لها نهضة إلا بالتصنيع إلا بعودة المصانع والمصانع لم تقوم إلا على أكتاف هؤلاء الشباب الذين يمثلون قرابة 60% من إجمالي سكان مصر وبالتالي عندما هناك مبادرة من البنك المركزي المصري ربما وصلت أكثر من 100 مليار جنيه مصري بفائدة بسيطة جدا لإعادة تشغيل هذه المصانع أعتقد أن هنا بيت القصيد هذه هي التي نبحث عنها منذ فترة طويلة هذه عندما تجيء متزامنا مع النجاحات التي تحدث في الاقتصاد المصري الآن من انخفاض للجنيه أو انخفاض للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عندما بدأ التعويم منذ قرابة 3 سنوات كان قرابة 19 جنيها مقابلا للدولار الآن نتحدث عن قرابة 15.5 وبالتالي فقد قرابة 4 جنيهات في فترة بسيطة إذا استمر بهذا الحال يكون انعكاسا إيجابيا للاقتصاد المصري هذه واحدة نشر أيضا تدفقا لاستثمارات أو عوائد المصريين بالخارج نشهد أيضا زيادة في الصادرات عندما تصدر قرارات حكيمة من القيادة المصرية بمنع استيراد عدد من المنتجات وبالتالي هذا يعني يجبر
المواطن المصري، وهناك مبادرات كنت أتحدث منذ ساعات قليلة مع قامات اقتصادية كبيرة يتحدثون عن أن هناك مبادرة سوف تتم خلال أيام لطرح المنتج المصري بثمن بسيط، أي تكون نسبة الربح للمصنع نسبة بسيطة ويتم طرحها للمواطنون، وربما أيضا يعني يستطيع المواطن أن يحصل على سلع أساسية من خلال تيسيرات يحصل عليها بنظام التقسيط عدة شهور. هذا ينعكس إيجابيا ويأتي ويحدث نوع من التفعيل للاقتصاد المصري. يعني حضرتك بتقول لنا ما يدور في الكواليس الآن من مبادرات مهمة هتخدم مصالح المواطن المصري. يعني نعتقد أن في الفترة القادمة هيبقى في أشكال جيدة لعرض المنتج المصري يكون في المتناول بقى. بالفعل. تمام. بالفعل. طيب المنتج المصري طبعا حضرتك عارف يعني احنا كتصنيع مثلا مواد غذائيه وما الى ذلك ماشي موجود، لكن التصنيع فيما هو متعلق بالالات والمعدات والحاجات دي احنا لسه قدامنا فتره. هل في هذا الامر في انتعاش ايضا كمان؟ نعم. يعني في بالمناسبه في الاجتماع المشترك الان لعدد رجال الاعمال المصريين مع بيلاروسيا ذكر وزير الصناعه البيلاروسي انهم بحاجه الى المنتجات المصريه، بمعنى هؤلاء ايضا يعون الفجوه الموجوده في الاقتصاد العالمي، بمعنى ان نفس المنتج الذي ربما تنتجه اوروبا او امريكا ربما اقل بنسبه بسيطه ولكن فارق السعر ربما يكون كبيرا لصالح المنتج المصري. ايضا يعني دعيني استشهد بان الكلام الان عن ان التعاون ما بين مصر وبيلاروسيا ينعكس الى ان يكون هناك اندماجا اقتصاديا لانتاج منتج يستطيع ان يكون لدول ذات طرف ثالث مثل البلدان العربيه والافريقيه، خاصه في ظل ما تشهده مصر من ان هناك ليست هناك سمه جمارك او قيود تعفى منها مصر في التصدير لهذه البلدان، وبالتالي هذه نقطة إيجابية لابد أن تحمد أو تحسن لمصر، بأن أيضا على الجانب الآخر إذا كان هناك سمة منتجا بالتعاون ما بين مصر وبيلاروسيا يستطيع أن يذهب لهذه البلدان التي ذكرناها الدول الموجودة في القارتين، منها دول بلدان آسيوية وبلدان أوروبية أيضا في آن واحد. نعلم أن الاتحاد السوفيتي فيما سبق كان بمساحته الكبيرة كان جزءا موجودا في آسيا وجزءا موجودا، وبالتالي هو يمثل اثنتان من كبرى القارات الموجودة في العالم، وبالتالي هذا التنسيق ينعكس إيجابيا على كلا الاقتصادين. نعم. مش عارفه ليه حسيت وحضرتك بتتكلم كده ان ممكن يبقى عندنا انتاج مشترك مصر وروسيا مثلا في مجال تصنيع السيارات. نعم. وممكن يبقى هذا المجال واعد جدا زي حضرتك ما بتقول، والسوق موجوده، السوق العربيه هتبقى موجوده مستقبله لهذا المنتج. فهل ده مطروح برضو في الافاق يعني؟ يعني دعيني ليس دي شركة مصرية كبيرة، شركة النصر للسيارات التي أيضا كانت موجودة خلال فترة الستينات، وكنا نتشدق أو كنا نفخر بوجود المنتج هذه السيارة سواء سيارة ملاكي أو سيارة نقل أو غيره. هذه الشركة عائدة بقوة. أيوة. وبالتالي الآن يعني نقول للمصريين يعني الحمد لله أن فترة نستطيع أن نقول أن الفترة الحرجة قد مرت بالفعل، ونحن في سبيل إنجاز ثمرات الفترة العصيبة التي شهدناها في القريب العاجل من خلال وجود سياسة تحاول أن تعيد المنتج المصري بقوة سواء كان في المجال العسكري. نحن نسعى إلى اكتفاء عسكريا لعدد كبير من المعدات العسكرية من مصر، أو منتجات أيضا سواء كانت منتجات يعني استهلاكية أو مصر ليس فقط لا تعتمد على الاكتفاء الذاتي لدولة تزيد على 100 مليون الآن، وإنما تصدير لعدد من الدول العربية وهذه القارة المليئة بالخيرات ونعني بها القارة الإفريقية. ولكن كما ذكرنا هذا كله لن يتأتى إلا بالتنسيق مع بلدان صناعية كبيرة، وأعتقد أن بيلاروسيا واحدة من البلدان القوية في هذا المجال.
نعم. طب دكتور إمام، يعني من أطر التعاون أيضا كمان بين مصر وبيلاروسيا، ويمكن هو يعني حضرتك اتكلمت عنه في مجمل حديثك، التعاون الأمني ما بين الدولتين. أهمية التعاون الأمني إن مصر يكون ليها، يعني هنكون مش عارفة ممكن يبقى إيه مثلا، تدريبات عسكرية مشتركة بينها وبين دول كبيرة وبينها وبين دول أوروبية، زي مثلا يعني حضرتك شوف بقى إحنا بيننا وبين كذا دولة قد إيه تعاون مشترك في من خلال المناورات العسكرية والتدريب العسكري في مجال بقى بحري، مجال بري وما إلى ذلك. أهمية وجود هذا النطاق من التعاون. ربما ذكرنا في أثناء الحوار، في بداية الحوار، أن هناك سمت يعني مبادرة مناورة عسكرية تتم ما بين مصر وبيلاروسيا الآن على شكل حماة الصداقة، اسمها حماة الصداقة 4. نعم بالضبط. أيضا كان من الأمور الهامة التي ركزت عليها القمة بالأمس كما تحدث السفير بسام رادي، أن هناك حديثا عن إمكانية مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودي هذه نقطة مهمة. أيضا الحديث عن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصة إذا ما ذكرنا أن بيلاروسيا كما ذكرنا في الحوار الأورو آسيوي، هناك في دولا في هذا الحوار من بينها دول إسلامية، وبالتالي هنا لابد لنا من تفعيل القوى الناعمة، ممثلة على سبيل المثال في الأزهر الشريف. هذه الدول على سبيل المثال دولة مثل كازاخستان، لك أن تعلمي أن هذه الدولة تملك سلاحا نوويا، وعندما انهار الاتحاد السوفيتي أبقت الولايات المتحدة الأمريكية على سلاح كازاخستان، رغم الحديث والبعض كان يخشى مما يسمى بالقنبلة الإسلامية وأن يكون هناك دولة إسلامية، هي ربما الدولة الإسلامية الأولى هي وباكستان التي كانت تمتلك سلاحا نوويا. نعم. ولكن هي لغة السياسة لغة المصالح، بمعنى جاء انهيار الاتحاد السوفيتي وتمخض عنه كازاخستان، كازاخستان تمتلك سلاحا نوويا، والولايات المتحدة الأمريكية أبقت على هذا السلاح لأن رؤوس هذه الأسلحة النووية موجهة إلى العدو القادم للولايات المتحدة الأمريكية وهو الصين. وبالتالي نحن لابد لنا من أن نستثمر هذه العلاقات، بمعنى أن هذه الدول مثلا مثل كازاخستان، أوزبكستان، قزغستان، هذه الدول لديها جاليات إسلامية موجودة لدينا في الأزهر، من الممكن أن تكون سندا لنا ومن الممكن أن تكون قوة لنا. نعم. خاصة أن هؤلاء الدارسين، وأنا يعني درست لفترة طويلة قرابة ما يزيد أو قرابة 20 عاما في معهد الدراسات العربية، وكان لنا يعني أصدقاء طلبة من كافة البلدان العربية والإفريقية والإسلامية، ويخرج هؤلاء ليرجعوا إلى بلادهم ويكونوا قادة كبار سواء كانوا سياسيين أو عسكريين، وبالتالي ما نزرعه فيه ربما ينعكس علينا في المدى البعيد. طيب، يعني معنى كده زي حضرتك ما بتقول ان حتى الأزهر عندنا بيشكل دور قوي جدا في انه هو يعني حتى الدور التعليمي ودور يعني التنويري لهذه المؤسسه الكبيره ممكن انها تخلي لينا سند مع دول مهمه زي حضرتك ما بتقول كده كازاخستان وما الى ذلك. فكل الامور هي مرتبطه ومتشابكه مع بعضها، ولكن هي الاداره هي التي تحكم بالفعل او انها تحسن بالفعل استغلال كل هذه الامور اللي ممكن انها تبقى بتصب في صالح. نعم. دعيني اؤكد ان قيل ان الرئيس المصري هو اول عبد الفتاح السيسي هو اول رئيس مصري يقوم بزيارات الى بيلاروسيا منذ يعني نحن الان قرابه ما يزيد عن ربع قرن منذ صحيح. نعم منذ الاستقلال لبيلاروسيا عام 1991 الى الان قرابه 30 عاما تحديدا، وبالرغم من ذلك لم يقم رئيسا مصريا قبله بزيارات مع بيلاروسيا، وبالتالي هذا النهج الجديد للرئيس المصري بان يعدد من اللقاءات، يعدد من الزيارات، يستفيد من كل بلدان العالم، اعتقد ان هذا ينعكس بالايجاب على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري انعكاسا ايجابيا.
نعم، يمكن حتى في بداية اللقاء كنت بقول لحضرتك نحن جميعا معلوماتنا عن بيلاروسيا ما هيش كبيرة، يعني احنا نسمع طبعا احنا لدينا آفاق تعاون مع روسيا، آفاق تعاون مثلا مع أمريكا، كل هذه الدول هي فرضة حتى كمان نمط اقتصادها في ثقافة المواطن المصري من خلال أطر التعاون المختلف، ولكن بيلاروسيا مثلا ما كانتش حاضرة لدينا، لأن زي حضرتك ما قلت احنا ما كانش لدينا آفاق تعاون خالص مع جوانب كتيرة جدا. يمكن النهاردة بنطرح بيلاروسيا، قبل كده كان في يمكن زيارات مختلفة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأماكن لم تكن معهودة ودول لم يكن هناك تعاون مباشر معها، فزهرة ما بتقول ده ده فعلا. ده نعم. ده أعتقد بينعكس بالإيجاب وبالتالي يعطي أملا للمصريين أن القادم أفضل في ظل ما تنتهجه السياسة المصرية الآن انتهاجا حميدا من تعديد مصادر العلاقات والتعامل مع العديد من القوى لعمل نوع من التجانس ما بين مصر وكافة بلدان العالم. نعم، كان في صيف 2019 سيرة الرئيس يعني كان من خلال هذا اللقاء مع مجموعة من الدول في مناسك، كان هناك الحقيقة بعض اتفاقيات يعني، وأيضا من ضمن الإطار اللي تم يعني مناقشته ما بين الجانبين المصري والبيلاروسي هو الاتفاقيات أو البنود التي تم الاتفاق عليها من خلال هذه الزيارة لمناسك في 2019. لو جينا مثلا اتكلمنا على الشؤون الإنسانية، التعاون في احنا اتكلمنا اقتصادي وقلنا اقتصادي في نقطة مهمة، ان القمة الأخيرة كانت يعني ترتكز على أربع مذكرات تفاهم. نعم. مهمة جدا. هذه المذكرات التفاهم تنوعت في جوانب عدة، بمعنى أن المذكرة الأولى للتفاهم كانت إنشاء لجنة رفيعة للحوار السياسي، وبالتالي الحوار السياسي على الجانب المصري وزير الخارجية المصري سامح شكري ويقابله وزير الخارجية لبيلاروسيا. أيضا كان هناك برنامجا للتعاون في مجال التعليم الجامعي والتعليم أيضا ما بعد الجامعي. نعم. وهذه أيضا لابد من التركيز عليها أنها نقطة مهمة جدا، أن الارتقاء بالاقتصاد المصري لابد كما ذكرنا من الاهتمام بالشباب وبالتالي التعليم. كما نعلم وربما الحديث تحال الجميع يعلم ذلك، أن نهضة أي دولة لابد أن تبدأ من التعليم. النهضة التي قامت بها سنغافورة، هذه القوة الاقتصادية والتي مساحتها ضئيلة جدا عبارة عن عدد من الجزر البسيطة، جاءت بالنهضة التعليمية في المقام الأول. أيضا ما قام به مهاتير محمد. نعم. هذا الرجل العملاق الذي تعدى 90 عاما ويقارب على 100 عام، وبعد أن عمل أحدث نهضة اقتصادية كبيرة لماليزيا يعني أرجعوا هذا الرجل لكي يكون وزيرا لرئيس للوزراء الماليزي بعد أن تخطى 90 عاما لقواته ولتركيزه أيضا على التعليم، وبالتالي مذكرة التفاهم الثانية في مجال التعليم مهمة جدا للنهوض بالدولتين. أيضا كان هناك مذكرة اقتصادية ما بين البنك المركزي المصري وما بين البنك المركزي البيلاروسي، وآخر تلك الاتفاقيات كانت اتفاقية للتعاون في مجال الجمارك لإزالة الجمارك ما بين الدولتين، وبالتالي يحدث تقاربا اقتصاديا كبيرا. أيضا كما ذكرنا ربما لم نستكمل أن الوفد الذي جاء من بيلاروسيا إلى مصر كان هناك العديد من رجال الأعمال من بيلاروسيا للاستثمار في مصر. نعم. والاستثمار جاء ربما منطقة قناة السويس تحديدا، يعني هذا فكر كان أيضا نشهد له، أن هذه القناة الجديدة قناة السويس الجديدة ليست مجرد قناة فقط، وإنما هناك العديد من المشروعات سوف تتم على جانبي هذه القناة، وبالتالي نحن بحاجة لعدد من المستثمرين، والآن هي دعوة من خلال زيارة بيلاروسيا ليس فقط لوفد بيلاروسيا وإنما لكل المستثمرين في العالم. بالمناسبة خاصة أن هناك قانونا جديدا للاستثمار مزمع أن يتم الانتهاء منه قريبا في مصر. هذا القانون عندما يتم الانتهاء منه سوف يكون جاذبا للعديد من الاستثمارات الخارجية لمصر، وبالتالي مصر حباها الله بعدد من
الثروات او الاشياء الطبيعيه مثل قناه السويس التي تمت، وهناك الاف الشهداء لهذا الانجاز الكبير سواء فيما سبق او الان. الان نحن نتحدث عن اننا بحاجه الى جذب رجال الاعمال من بيلاروسيا ومن دول اخرى للاستثمار هنا في هذه المنطقة الحيوية. أيضا هناك كما ذكرنا التأكيد على أن يكون الاجتماع في العاصمة الإدارية الجديدة. هذه كانت رسالة قوية أن مصر تنتهج نهج الدول التي قامت من قبل بنقل عاصمتها، كما حدث في البرازيل منذ عقود، كما حدث في نيجيريا. هذه تمثل نقلة كبيرة، واليوم تحديدا أعتقد أنه ربما سيكون يوما تاريخيا عندما يعتقد من وجهة نظري كان أول اجتماعا رسميا على درجة كبيرة من أهمية يعقد في هذه العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي هذا تدشين لعهد جديد لمصر. نعم. طيب دكتور إمام، لو جينا كده بصينا لتاريخ التعاون المصري مع الدول المختلفة، هنقول إن نحن الآن بنتمتع بأريحية في اختيار من نتعاون معهم. يمكن هذه الأريحية لم تكن متوفرة بهذه الدرجة، مثلا لو جينا اتنقلنا لفترة مثلا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، انه لما حب ان هو يتعاون مع روسيا كان لان باب امريكا قد اغلق بالفعل، فكان الاختيار، كان هناك اختيار اما هذا الاتجاه او هذا الاتجاه. الان هذا النمط من الاختيار ما هوش مفروض، ومصر بتنوع في علاقتها. مصر على علاقة طيبة جدا بأمريكا، على علاقة طيبة جدا مع الصين، وأيضا مع الجانب الروسي. لماذا يعني هذه الأريحية؟ هل هي طبيعة الأوضاع السياسية الآن، أم هي ثقل مصر وقوة مصر في أنها تختار هي تتعاون مع مين بدون ما يكون في أي حد زي ما بيتقال كده بيمنهج لها طريقة التعاون؟ يعني أعتقد في المقام الأول هذا يرجع إلى القيادة السياسية الآن. نعم. يعني لا أجد حرجا على سبيل المثال أن أذكر أن حادثة أديس أبابا التي وقعت للرئيس المصري السابق أنور حسني مبارك في إثيوبيا أدت إلى أن يكون هناك فجوة كبيرة، وامتنعت مصر عن أن تعمق علاقتها مع هذه القارة الإفريقية، والآن نحن نجني للأسف بالسلب لفترة ثمار ذلك. ولكن أعتقد أن القيادة السياسية يعني راجعت الأمور واستوعبت الدرس جيدا، وتحاول أن تتقارب مع القارة الإفريقية. نحن على سبيل المثال أولى بأفريقيا من الصين، أولى بأفريقيا من الكيان الصهيوني الذي يقوم بمشروعات هناك. فلك أن تتخيل لو كان هناك سمى التعاون منذ فترة بعيدة، منذ عقود، مع هذه القارة الإفريقية. هذه القارة الإفريقية هي تمثل يعني طوق النجاة بالنسبة لمصر، خاصة أن المنتجات المصرية على سبيل المثال للقارة الإفريقية لا تجد قيودا كما تجد قيودا عندما تصدري نفس المنتج إلى بلدان مثل أوروبا. وبالتالي إجابة على سؤالك أن هذا يرجع في المقام الأول للقيادة المصرية الحكيمة التي لا تجد حرجا في أن تنوع علاقاتها مع العديد من البلدان. ذكرنا أن عبد الناصر كان هناك علاقات قوية جدا مع الاتحاد السوفيتي السابق، عندما جاء السادات قال المقولة المشهورة أن 99% من أوراق الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، وغير المسار 180 درجة. الرئيس حسني مبارك كما ذكرنا فترة طويلة كان هناك تباعدا مع عدد من البلدان مثل القارة الإفريقية إثر حادثة أديس أبابا، إلا أننا الآن ننتهج نهجا إيجابيا بتنويع العلاقات مع كافة. فهذا يرجع في المقام الأول إلى القيادة التي تحكم وقدرتها على تنويع المصادر وعلى الاهتمام بالمواطن المصري من خلال الاستفادة بالعلاقات مع كافة دول العالم. نعم. دكتور إمام، إحنا أرهقنا حضرتك النهاردة، ولكن هذا الملف مهم جدا، وكان لازم حضرتك تكون معانا وإحنا بنطلع على كل الأطر المختلفة لهذا الملف. دكتور إمام غريب، الباحث في الشؤون السياسية وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. عفوا. مشاهدي الكرام، انتظرونا فاصل قصير وراجعين لحضراتكم مرة أخرى، هيكون بصحبتنا الدكتور أحمد سليمان، أستاذ تغذية الحيوان ورئيس قسم بحوث التغذية
محافظه الحيوان الاسبق بمعهد بحوث الانتاج الحيواني، وهنتكلم عن النانو تكنولوجي والتطبيقات الحديثه وما تم استحداثه في هذا المجال، ولكن بعد هذه الدقائق المعدوده.